اليوم غادي نتعرفوا على البرنامج بي ا 700. هذا البرنامج الشامل والكامل، يعني الحفلات والمناسبات وحتى السهرات والمهرجانات. ف كاين في الاوزر يعني الاول وهو الشعبي، الفارياسيون ديالو هو الثاني، ثم غنمشيو للطريقة الثاني، هذا اللون الطريقة الثاني، وكاين هذا الطريجة الثالث، يعني اللي قاعد تنتهي فيه الفارياسيون ديالو. ثم كاين هذا السواكن، كاين هنا التعريضة. بالنسبة للبادز اللي كيسولوا على البادز، فمثلا غناخدو مثلا شعبي وغناخدو مثلا الباز، غنحيدو هاد القفل، حيدو فتنقدرو هديك الساعة نزيدو مثلا ها هو كاين هنا مثلا التغربيل، هادو الباز ديال الشعبي. فممكن تضيفهم في هاد الباز في اي ايقاع بغيتي. وهنا كل وحده فيها الباط ديالها، كاين الباط الاول سلام سلام، وكاين الباط الثاني للخيل. هنا سلبيه، هنا التسربية الثالثة الطعريجة، هنا ديال الخيل، سوينغ، كاين جوا انواع بالرولمو ديالو لانترو، هذا
حتى فيها التغربيل وفيها فهذا كله شعبي كاين هنا الجمهور. فتمشيو لليوزر الثاني كاين هنا العصري والمغربي في الفيلالية هذا الهناوي ديالها كاين هذا حتى هو عصري خفيف الدورة ديال العروسة هذا الشعبي عصري كاين الشعبي اللايف الشعبي اللايف هذا بمرو الموات ديالو هذا الشعبي اللايف الثاني حضاري سامبل هذا المغربي مصرف السوسية بلانطو ديالها هذا مغربي واحد اخر
المصرف ديالو مودرن. هذا الملحون الفارياسيون ديالو. ثم كاين القناوي ديال قنينة الطيحي. هذا الطيحي إذا رقصة الأطلس أو بشرى لنا أو أندلسي. كاين عاوتاني هذا الثاني ديال الدقة المراكشية. هذا حضاري لايف. هنا هذا الملحون تاهو ملحون ديال العسابة بالقلبة ديالو. كينيا الرايح ثم هذا ديال الشلحة. هذا ديال الغيوان حتى هو القلبة ديالو. كاين هذا 55 عصري. هذا
55. ثم كاين هذا الراي الشرقي والخليجي فهو مودرن يعني كاين موجود هنا بحال الرومبا الاماراتي فبالنسبة للشرقي راه كاين الشرقي ديالو موديفي راه زوين حتى هو منوع ما بين الرباعي المقصود والدبكة كذلك فهاد البروغرام فهو منوع بالنسبه للبادز اللي كيسولوا على البادز فمثلا غناخذوا مثلا
الشعبي وغناخذوا مثلا الباس غنحيدوا هذا القفل حيدوا فتنقدروا هذيك الساعه نزيدوا مثلا ها هو كاين هنا مثلا التغربيل هادو الباس ديال الشعبي ممكن تضيفهم في هذا الباس في اي ايقاع بغيتي عندك تالكروس في هذا الباس كاملين عامرين ب أو تزيد التعريجة مثلا فممكن تحط البادز هنا أو مقتال هنا فكاين بزاف البنادر هنا التعراج هنا يعني الإزر عامر الثاني الثالث فهو بروغرام عامر وشامل ونتمنى أنه يعجبكم.